السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم في هذه القناة. مرحبا بالمتتبع الأوفياء اللي دائما مساندين القناة، كرحب بكم مجددا وكنطلب منكم أنكم تبارطاجيو القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالكم باش توصل لأكبر عدد من المستفيدين إن شاء الله. إذا مرحبا بكم في هذا الفرض اللي هو فرض من فروض المراقبة المستمرة، المستوى السادس ابتدائي، سيزيام اني دو لونسينيومون بريمير، المرحلة الثالثة من الموسم الدراسي 2021-2022، الدورة الثانية، لا لونغ فرونسيز، وبالضبط لاكتيفيتي دو ليكسيك. بالنسبة للفروض اللي ديجا درت معاكم، غادي تلقاهم في الديسكريبسيون، اللي باقي ما تفرجش نمشي لا ديسكريبسيون وغادي يلقاهم، يلقى لي ليان يتفرج بتأني وإن شاء الله غادي يفهم وغادي يمشي مزيان في الفروض ديالو مع الأستاذ ديالو في القسم. إذا مرحبا بكم في هذا لا فيديو. L'activité du lexique aujourd'hui, عندنا هنايا 4 questions sont très simples. غير تبعوا معايا غادي تستافدوا ان شاء الله وغادي تتبعوا وانا متاكد ان شاء الله غادي تخرجوا مستفدين من هذا الفيديو. اذا la première question range les mots de la liste suivante dans l'ordre alphabétique. دونك هاد لا ليست عندنا بزاف ديال الكلمات غادي نحاولوا نرتبوهم سولون لوغد الفابيتيك، يعني سولون الترتيب الابجدي ديال حروف اللغه الفرنسيه. هاد السؤال هذا دائما كنحطو في جميع الفروض لانه مهم بزاف، حيتاش مزيان انك تعرف كيفاش تشرشي، مزيان انك تعرف كيفاش تبحث دون لو ديكسيونير، ومزيان انك تفهم الترتيب ديال الحروف ديال اللغه الفرنسيه. صافي، اذا نبداو. بطبيعه الحال باش نرتب هاد الكلمات خصني نمشي toujours la première lettre, donc ici R, ici M, ici P, ici T, ici S et ici T. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Donc, on a M. Donc, machine. 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 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P, portable. 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 مشات ليا portable. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Kilon, R, 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 robot. Donc robot. R. S, T, S, science. 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 D'accord? Science. S, T. T, كتبقى ليا الاختيار ما بين تكنولوجي ou bien téléphone. غادي ندوزو. دونك عندنا او، او كتسبق او اكسون ياك، ولكن مثلا حنا نعتبرهم بحال بحال. ندوزو للحرف اللي مورا او، عندنا هنا سي وهنا ال، دونك سي كتوجد قبل من ال. دونك تكنولوجي، تكنولوجي، اي ابخي عندنا تيليفون، تيلي تيليفون. صافي، وها حنا رتبنا بكل بساطة وسهولة. دوزو لا دوزيام كاستيون، سويف افيك موا توجور. Relie par une flèche. غادي نربطو بواحد السهم. عندنا لو مو، عندنا الكلمة، عندنا سون انتونيم يعني الضد ديالها. صافي؟ دونك هنا فابل، دونك فابل يعني الضعف. سال يعني متسخ، تريستيس يعني الحزن، غابيد يعني السرعة ولا سريع. دونك هنا لون يعني بطيء، هنا فور يعني قوي، هنا بروبر يعني نظيف، وهنا جوا اللي هي الفرح. دونك ضد ديال الضعف هي القوة. دونك فابل فور، داكوغ. دونك هذا هو الضد، دونك سا سي لانتونيم. اها، سال متسخ، نمشيو على بروبخ، بروبخ سي بيان. تريستيس جوا، غابيد سي لان. دونك هنايا نكتبوهم، فابل ضد ديال فور، عندنا سال ضد ديالها بروبخ، عندنا تريستيس ضد ديالها جوا، وعندنا غابيد ضد ديالها لان. passons à la troisième question maintenant, suivez avec moi. troisième question. donc bar le mot intrus dans chaque liste. dans chaque liste. هاد لي ليست بجوج بيهم غادي نحاولوا نشطبوا على الكلمات الداخله. دونك انا عندي في السيري الاولى عندي تيلي، سوري، ساتيليت، تيليكوموند. تيلي هي التلفازة، سوري هو الفأر، ساتيليت اللي هو القمر الصناعي، تيليكوموند هو التيليكوموند يعني اللي كنتحكمو فيه باش نشعلو التلفازة ولا نطفيوها ولا نبدلو القنوات. دونك هنايا كلمة واحدة اللي داخلة هي سوري،
Je tape les, d'accord? Donc ce riz, il y a donc ce riz ou l'intrus. Charrue, téléphone, robot, tablette. Donc la charrue. On a téléphone, on a robot, tablette. Alors quand même les téléphone, robot ou tablette, ce sont des technologies. Alors on a technologie ou charrue, mais on parle de technologie, d'accord? Donc les mots intrus ici. Il y en a ce riz et il y en a charrue, d'accord? Charrue. Passons à la quatrième question et la dernière question, suivez avec moi toujours. Donc, la quatrième question souligne les antonymes dans chaque phrase. Donc, nous allons essayer de trouver les antonymes. Dans chaque phrase, nous avons le mot ou le dialogue, d'accord? Et son antonyme. Donc, Nadir a acheté un téléphone, puis il l'a vendu. Nadir a acheté un téléphone, puis il l'a vendu. Donc, on a acheté, ou on a vendu. Donc, acheté, vendu. D'accord? Vendu. B, le directeur entre et sort de son bureau. El modir, dhal ou kharij min le bureau dialo. Donc, on a entre et sort. Entre, sort. Il y en a c'est ici, cet ordinateur est plus ou moins neuf. Donc, il y a plus ou moins neuf. Donc, plus ou moins. Plus. Plus. Moins. Ça fait? Donc, c'est la vidéo, l'activité de lexique pour le niveau 6e année de l'enseignement primaire. بالي 3 المرحلة الثالثة من فروض المراقبة المستمرة الدورة الثانية من المستوى الدراسي السادس ابتدائي الموسم الدراسي 2021-2022 كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم اللي مشترك يزيد يبارطاجي القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالو باش توصل لأكبر عدد من المتتبعين والمتتبعات اللي باقي ما شافش كاع الفروض اللي درت في القناه بالنسبه للنشاط العلمي وكذلك لي زاكتيفيتي دو فرونسي كومبريونسيون دو ليكري غرامير كونجوغيزون اورتوغراف واليوم الليكسيك يدخل لا ديسكريبسيون غادي يلقى بزاف ديال لي ليان غادي يلقى بزاف ديال الروابط فيهم كاين الفروض واللي بغى بي دي اف يتواصل معايا في الرقم ديال الواتساب 06 73 84 89 46 رقم ديال الواتساب يقول لي بغيت بي دي اف ديال الفرد الفلاني وغادي نحاول نصيفطو له ان شاء الله. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. زيدوا دعموا القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. اضرب لكم موعدا في فيديو قادم ان شاء الله من فروض السادس ابتدائي في لا برودكسيون دو ليكري. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.